السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. يقول ابن سيرين أن البول في التأويل مال حرام، وهذا ما يذهب إليه الشيخ النابلسي في التفسير العام لحلم البول، ويضيف أن البول في المنام يدل على دفع المال في أمر منكر أو طيء ما لا يحمل. وقد تدل رؤية البول في المنام على النساء والذرية، خصوصا من رأى أنه يبول في بيت غريب أو في مكان لا يعرفه، فقد يرمز التبول هنا للطهارة. يقول الإمام الصادق: التبول والبول في المنام فيه خير للفقير والأسير والمسافر، ولا خير في رؤية البول في المنام لمن كان قاضيا أو عاملا، فيما التبول في المنام للرجل يدل على الراحة والخروج من محنة أو كرب، أما البول في المنام للمتزوجة فيرمز للخروج من أمر فيه ضيق. قال ابن سيرين: التبول في الحلم للعذباء يدل على راحتها وخروجها من أزمتها التي تعيش فيها، أما البول في المنام للحامل فيدل على كثرة الضغوط والهموم التي تعيشها في حياتها، أما البول في المنام للمطلقة فيدل على الخروج من أزمة الطلاق والنهوض من جديد إن شاء الله. يقول ابن شاهين أن التبول في مكان المجهول في المنام يدل على مصاهرة وزواج، وبأن زواجه قريب إن شاء الله، فيما البول الأحمر في المنام مشقة للرأي وفعل منكر، أما اندفاع البول في المنام يدل على الرزق والراحة إذا كان بإرادة الرأي. ويقول الشيخ النابلسي أن حصر البول في الحلم يدل على استعجال الرأي في أمور وتسرع دائما في اتخاذ القرارات. قال ابن سيرين أن من باب بال في قميصه في المنام فكان عذبا تزوج، وإن كان متزوجا حملت زوجته وأنجبت. فيما يقول ابن سيرين أن من رأى الناس يستحمون ببوله في المنام ولد له غلام ذكر يتبعه الناس، أما من رأى شخصا معروفا بال عليه في الحلم فهو يدله في إنفاق ماله عليه. فيما تبول الحيوانات على الإنسان في المنام تدل على أن الرائي يعاشر قوما من الجهلاء والسفهاء. ويقول ابن سيرين أن التبول في المحارب في المنام يدل على ولد عالم بار بوالديه، فيما من رأى أن الميت يرد التبول في المنام فالميت يسأل عن ماله فيما أفناه وتربية ولده والندم على ما فاته، أما رؤية تنظيف البول في المنام فتدل على انتهاء الأزمات والمشاكل. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وتفسير جديد إن شاء الله.